سي نجيب باعتبارك مسؤول نقابي للنقابة الموظفين الجماعيين منضويات القليوة اللي تاع المغربي للشغل. شرحة ما شويتي الوقفة ثاني تنيت كم نهار الصباح؟ أخ خالد زيتوني بعدا شكرا في التغطية 30 لأنه الشيء في حاجة تمس غينا غير الإعلام غير السويج ميساج كونتر الميساج اللي كيتورج على المستوى المحلي على أساس أنه إلى الموظفين الزوني مسألة غير قانونية يعني ماشي مع ذلك، لكن أنه نتيجة تضييع الرأي العام على أساس أنه العقار ديال الحسيمة يتم تفوتيس في رمشة عين، يتم تفوتيس بطريقة غير قانونية، يتم تفوتيس الأشخاص لأنه يستهلك جنشي الشيء اعتبارنا منطقة الحسيمة أبناء منطقة الحسيمة نعاني المشكلة ونتي. إذا الملف السكان ديال البلدية الحسيمة هو يجي ملف نظر خاص لمدة أزيد من 10 سنوات يتغيم الإشكال قائم، وبالتالي الوقفة يسد على أساس أنه ننفح الأمر ما رأى أنه ذي الإشكال يتعلق بالتدابير الإدارية رأى ذين جموعة من الأشخاص الشيء تميز لما في العقار ما في العقار يتم تسهيلات يجب تسهيلات لا تتصور على أساس أنه يستفاد بس العقار، والعقار هو ملك العموم هو ملك جميع السكنة، وبالتالي الشيء كموظفين باعتبار أن الشيء أبناء المواطنين ولا يعقل لا يعقل أنه يتم تعامل الملف الأولتي بالشكل اللي هنيتي على اعتبارنا أنه الشيء موظفين نعاني يا من مرة من تسمى التدخلات المغاسقة الإشحافات من طرف المجالس المتعاقبة، وبالتالي أنه تسمى العلاقة الشيء مرتفقين تغيم العلاقة أنه قائمة، وبالتالي كذلك أنه الامتيازات تتخول للموظفين هو تجوز الريع هو تجوز المواسقة الامتياز، ولكن إنما هو حق، وبالتالي باش نوضح الرأي على أساس أنه ذات الوقفية الدين أنه نديد أولا أنه الشكل الذي يتم فيه تفوت العقار بطريقة غير قانونية ويتم التغاضي أبناء الشعب اللي يستهج السكنة ونكين غير أنه وجه الإشارة الوقفية ثانية ماشي أخيرة إنه الشيء مستمرين في الأشكال النضالية ومستمرين في احتجاجنا وفق ما يقتضيه القانون، لأنه الشيء ناقل في إطارين مناضلين اللي هو الجامعة الوطنية لعمر الموظفين الجامعة المحلية إلى جانب الجمعية الأعمال الاجتماعية لضبال من فوانتين سنين، وبالتالي تنتج مناشدة كذلك الرأي العام للمواطنين على أساس أنه الالتفاف ذو الوحدة والتضامن في جميع الأشكال النضالية.